السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ملك الأنوار وعمار وفيديو جديد. طبعا هذا المقطع أول مرة ينزل في قناتي وهو مقلب. طبعا يوم مقلب أخوي الصغير صهيب اللي عمره 4 سنوات. أنا طبعا مو أزيد أتكلم، ولكن خلوكم مع المقلب. لكن حالك ما شاء الله تبارك الله، حالها ما شاء الله. هذه رسمتك انت رسمتها؟ ايه جميله جدا حبيبي، حلوه مره يا سهيل رسمتك. تعال خلنا نلعب اكس او مع بعض. اجلس اجلس، خلنا نلعب اكس او مع بعض، ايش رايك؟ يلا انا احط هنا، انت تحط بس علي. طيب انت مره تقول انك رسمت رسمه حلوه لي، ليه حطيتني قرنين في الرسمه؟ ها؟ لا حطيتني قرنين؟ اقول لك انا لازم كذا؟ انا الحين برسم لك رسمه بحط لك 5 قرون، شوف. استيقظ يعني استيقظ، جاي دقيقة واحدة واجيك. يلا بس من على الباب، من الطيب. طب ممكن تقول اسمك؟ طب من انت؟ سبون سبون